إذا نحن حاولنا الوقوف على مفهوم الزاوية، يمكننا أن نقف أولا عند تحديد ابن مرزوق الذي يقول إن الزوايا عندنا بالمغرب هي المواضع المعدة لإرفاق الوالدين وإطعام المحتاجين من القاصدي. وهذا هو التحديد الذي انطلق منه الأستاذ محمد المنوني عندما حاول تعريف الزاوية في العصر الماريني، حيث قال كان المغرب الماريني يستعمل كلمة الزاوية للدلالة على مؤسسات إحسانية تشيد بأرياف المدن والقرى لاستقبال الوالدين والقيام بضيافتهم. وقد أضاف الأستاذ محمد بن تاوين تحديدا جديدا لهذه التعريف، إذ جعل الزاوية ثلاث أنواع. النوع الأول الزاوية البسيطة، وهي التي لا تبنى على طريق ولا ولي ولا نسبت إلى ولي أو إلى طريقة صوفية. ثم الزاوية ذات الولي، وهي ما أنشئت حول داره وتكتسب سعة عظيمة من أجل داره وسرعان ما تتحول إلى مخاطر كبير. وعندنا بطبيعة الحال نموذج لهذه الزاوية، بطبيعة الحال زاوية بن حميدة. ثم الزاوية الطرقية، وهي التي تنتسب إلى طريقة من الطرق الصوفية والنماذج هذا الشأن متعددة وكثيرة. الزاوية الإخراجية، إذا في سعينا هذا سنحاول أن نقتفي أطر الزاوية الإخراجية ضمن سياق التاريخ المغربي، حيث نجد علاقة زوايا إخراجية بالدول التي تعاقبت على حكم المغرب والتي عرفت شدا وجدبا وكانت مطبوعة بالتقلبات وعدم الاستقرار، علاقة تميزت بالتوتر إزاء المرابطين والموحدين ثم نوعا من التحسن مع المارينيين والسعي لتعود إلى التوتر مع بداية عهد الدولة العربية وتسير نحو التحسن التدريجي إلى أن استقرت على وضعها الحالي. يقول ليو فرينو تاريخ أسافيس صفحة 251، علاقة لم تستقر على حال واحد، فقد كانت متوترة أبعد حدود إزاء المرابطين والموحدين بسبب إصرار الجراجيين على أخذ مسافة واضحة بينهم وبين دعواتهم ومذاهبهم. عندنا النشأة والتطور التاريخي، سنحاول أن نعرج بشكل مختصر على النشأة الزوايا بشكل عام والتطور التاريخي. بطبيعة الحال يرتبط تاريخ الزوايا بالمغرب ارتباطا وثيقا بالتاريخ السياسي والاجتماعي، حيث أن مؤسسات الزاوية تعدت مفهومها الاجتماعي وتبلورت وظائفها وأصبحت قوة سياسية نافذة. وإذا رأينا حقبة ما بين الدولة السعدية والدولة العلوية نلاحظ أن مجموعة من الزوايا استطاعت الوصول إلى السلطة وحكمت أجزاء كبيرة من المغرب، على غرار الزاوية الدلائية التي حكمت في الشمال والزاوية السملالية التي حكمت في الجنوب، وكانت من مهامها الدفاع عن المغرب أوقات الضعف، خاصة عند اشتداد المد البرتغالي على السواحل المغربية. إسهامات الزاوية الجراجية في صناعة تاريخ محلي في علاقته بالتاريخ المغربي. هنا لا يمكن الحديث عن تاريخ الجراجة دون الحديث عن التشكلات الأولى واللبنات الأولى لبداية النشأة وبداية تبلور الفكرة. وبطبيعة الحال غنتحدثوا على أو غنطرحوا واحد السؤال جوهري، مسألة صحبة الجراجة خلاف أم إشكال. هنا لن ننفي أو نؤكد، وإنما سنتحدث أو نذكر ثلاث مواقف رئيسية، هي موقف مدافع وموقف ينفي ثم موقف وسط. والجدير بالذهن هنا أن إذا حللنا منطقيا مجموعة من الأسباب التي أدت إلى نشوء هذه الفكرة، نجد أن فعلا يجب تعميق البحث في هذا الموضوع. برز دور الجراجة بطبيعة الحال، وكان من بين أسسه الدفاع عن الدين الإسلامي بطبيعة الحال. هذا الأمر قد ظهر بشكل كبير في جهاد الجراجة ضد إمارات البرغواتيين، وإمارة البرغواتيين هي واحد إمارة ظهرت في المغرب، كانت حدودها شمالا سلا إلى غير ذلك وجنوبا النهر تنسك، وكان من بين الذين منعوا البرغواتيين نحو التقدم أو التقدم جنوبا دولة الجراجة عفوا القبائل الجراجة، لأنهم كانوا يدافعون عن الدين الإسلامي إلى غير ذلك من الأمور. علاقة الجراجة بالدول المتعاقبة على حكم المغرب، بطبيعة الحال الدول المتعاقبة على المغرب هي كثيرة ومتنوعة، بداية المدارسة ثم المرابطين الموحدين المارينيين الوطاسيين السعديين ثم وصولا إلى العلويين. هذه العلاقة كانت بطبيعة الحال تسومها نوع من التوتر في بعض الأحيان، نوع من التفاهم في بعض الأحيان
الأخرى، لكن الملاحظ أن الجراجة دائما ما كانت تأخذ موقفا معاديا للدول التي كانت تأخذ أو كانت تبني موقفها وبداياتها الأولى على تصور يمكن أن يكون خارج على الدين الإسلامي، كمثال الدولة الموحدية والعقيدة الطومرطية التي برزت في المغرب، وكانت هذه العقيدة سببا في خلاف كبير مع الرجراجيين، حيث قام الموحدين بإعدامات كثيرة في صفوف الرجراجيين كما تقول مجموعة من المصادر التاريخية. ثم علاقة الرجراجة بالدولة العلوية، وهذا آخر موضوع سأتحدث عنه في هذه المداخلة، علاقة الرجراجة مع العلويين كانت في البداية الأولى يشوبها نوع من التوتر إزاء الفكر الرجراجي الذي كان دائما ما يدافع عن الدين الإسلامي، وكان دائما ما يجمع حوله مجموعة من الأتباع نتيجة لهذه الخصوصية التي تتمتع بها الجراج. إذا خلال مرحلة حكم العلوي ستدخل مرحلة منعطفة جديدة لشابة والتوتر، خاصة في البداية الأولى مع تولية السلطان مولى إسماعيل الذي دخل في صراع مع العديد من الزاوية المنتشرة عبر ربوع المغرب في محاولته لتوحيد المغرب وتثبيت حكمه. في هذه المرحلة بطبيعة الحال غيبرز لنا واحد دور جوهري ومحوري، هو دور الذي قاده مؤسس زاوية بن حميدة ومحمد بن حميدة الذي زار السلطان في محاولة منه لإقرار واحد نوع من التفاهم بينه وبين الدولة العلوية في بداية الأولى. وبطبيعة الحال بعد هذا الموضوع هذا فرى العلاقة بين الرجراجيين وبين الدولة العلوية شابها واحد نوع من التفاهم، واحد نوع من التفاهم كما قالت مجموعة من المصادر التاريخية. إذا غادي نحاول أنني نذكر لكم هنا مجموعة من المصادر التاريخية التي اعتمدت عليها في هذه المداخلة، وشكرا للجميع. شكرا جزيلا للأستاذ رضا على هذا العرض القيم الذي تفضل به والذي رسم لنا خارطة الزوايا من حيث النشأة والتطور، فشكرا له، شكرا جزيلا على ما قدم. والآن أيها السادة الفضلاء، السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم، نمر إلى توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة التجويد، وهم على التوالي: زكريا شليح، المهدي بن عاشير، فليتفضلوا إلى المنصة ليسلمهم السيد العامل الجوائز. لا يتفضل عامل صاحب الجلالة على الإقليم الصغيرة بتقديم الجائزة الأولى لصاحب الرتبة الأولى السيد زكريا الشليح. اسمحوا لنا.
شكرا لكم سيد عامل صاحب الجلاله. يتفضل الفائز الثاني يسلمه الجائزه السيد رئيس المجلس العلمي المحلي باقليم الصويره. الجائزة الثالثة والأخيرة من نصيب نور الدين العرش يسلمها له السيد رئيس المجلس الإقليمي للصويرة فليتفضل مشكورا. الطيف الصبغي يتفضل ليلقي قصيدة بالمناسبة. سعد الطيف الصبغي يتفضل. تفضل. للإشارة الشاعرة الطيف الصبغي هو من أبناء زاوية رجراجة يتفضل بالقصيدة الحبية أرمو الكاميرا. السلام عليكم. الله يحفظكم وبالله. سيد عامل المحترم أيها الحضور الكريم. سيد عامل اسمحوا لي أن أستحضر منكم ومعكم مجموعة من الوجوه المليئة قلدتها الهمة الملكية أمر هذا الإقليم، فكانوا هم المنافحين عن الطائفة الجرجية وهم المدافعون عن الطائفة الجرجية. ولازلت أذكر أن بدءاً من سيد كريم العروسي ووصولاً إليكم رحمه الله في هذا اليوم، لازلت أذكر أن الأستاذ محمد بناني كان يخرج لاستقبال الطائفة الزراجية بصويرة تلمسيه ومعه أطباق من التمور وزلافات من الحليب، ولا زالت المعلمات التذكارية والزلافات قائمة إلى الآن. وبالمناسبة أقول كأن على صهوة الأجداد قد وضعوا، فكيف تسهر عين منهم هجعوا؟ هم الكرامة، هم الكرامة ما قامت صوامعها، هم الخلود فما ماتوا وما صرعوا. لو أن طفلا بهم لم يستطع جلدا، رأيت غيرته بالحق تمتنع. ساروا إليه رسول الله قائدهم، ومن رداء النبي الحب قد طلعوا. عادوا إلى المغرب الأقصى وفي يدهم قول، وخير رجال الله قد سمعوا. وإن سابعهم في الجود سابقهم، وقد تسمى به في هيبة السبع. وهذه الأرض في خطو الجياد مشت، على طراها ورود وهي تنتجع.
نفسي على تلة الرجراج قد ولدت تهوى المكارم لا ري ولا شبع الشعر يكرم تاريخ الجدود وفي دين المحبة ليس يبتدع وفوق كل حنين صرت أتبعني إلى التوالي التي بالشوق تنتقع هناك حيث أبي فوق القباب يرى وخبز أمي على أكتافه يقع ودورة الأرض تحكو قصة كتبت على الجفون وكم في نحوها الوجع لا يهربون إذا ما الموت باغتهم هم الأسود إذا ما الناس قد فزعوا لو أن قطرة الماء عنهم انتفخت ماتوا عطاشا بعشق الفخر قد طبعوا فلا تمد أيديهم إلى رجل لأنهم بقليل العيش قد قنعوا صوت الدعاء وقرآن الحبيب هنا وسيرة الأحمد المختار والشيع هذه المواسم تستجدي عطاءهم إن العطاء بكف الجد يتسع خذني إلى الحنطة الصفراء إلى عنب إلى كروم على الأنفاس تتجع خذني إلى ضحكة الأطفال كي أجد المعنى الذي في سماء الطفل يخترع. خذني إلى جامع كنا نعانقه كما يعانق دمع العاشق الولع خذني إلى جذبة الأجداد إن دمي بهذه جذبة المعطاء يلتمع. شكرا لكم. شكرا للشاعر اللطيف صبح على هذه القصيده الطيبه المباركه. نبقى لحظه مع لحظات من المديح والسلام. مولاي